في أي إطار نضع ما أشرته تغريدة السيد صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر حول فعل خبيث يواكب تشكيل الحكومة المقبلة، وحذر من رد فعل غير متوقع؟ شكرا جزيلا للاستضافة. طبعا التغريدة واضحة جدا بأنه لا يمكن زج اسم السيد مقتدى الصدر في أي محادثات أو أي مناسبة ستحضر خلال الأيام، وخاصة مقبلين على ماراثون جديد للتفاوضات، خصوصا بعد انسحاب التيار الصدري. وكذلك يعتقد أن الصدر سوف لن يقبل من قريب أو من بعيد أن يزج اسمه، خصوصا بعد إعلانه الانسحاب بتاتا من هذه العملية السياسية. بالتالي أنا أعتقد أن الأمور ليست بالأمور السهلة كما يعتقد الإطار وكما يعتقد الذين جاءوا بمقاعد التيار الصدري أن الأمور باتت سهلة. لا، أنا أعتقد أن الأمور أصبحت معقدة جدا، خصوصا أن الإطار عليه أن يقرأ ماذا يريد التيار، وهنا أقصد يجب أن يرى أن وئد الأغلبية، يعني يعتقد الكثير أن العملية وئد الأغلبية أصبحت واضحة جدا، وهنالك أثمان ستدفع من خلال هذه العملية، وبالتالي يجب أن يكون هنالك برنامجا واضحا، برنامجا قابلا للتطبيق، وأن لا يستفز الصدر من هذا البرنامج، وأن يؤتى بنفس الوجوه وأن تدور الوجوه كما روج من وسائل الإعلام أن هنالك أسماء كانت موجودة بالعملية السياسية. بالتالي بتقديري العملية القادمة عملية معقدة، عملية شائكة، على الكل أن يرى خصوصا في هذه الفترة مخرج حقيقي من هذا كله. وأنا أعتقد يجب أن تستثمر قضية مهمة، هي قضية طرح السيد أياد علاوي لفكرة مهمة، هي فكرة أن يكون هنالك حوارا وطنيا، وأن تكون هذه الحكومة ليست حكومة طويلة، 6 أشهر أكثر شيء، لتغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية والشروع بانتخابات مبكرة جديدة.